تشوفوا ما نستحقوش الخساره هذه. مي هذه هي هذا هو الفوتبول، هذه هي اللي حتخلينا بربي ان شاء الله نزيدو نخدمو بروغريسيو اكثر ان شاء الله، واللي ما نحقق نتيجه في صال الزلان واللي فيها خير يجيبها ربي ان شاء الله. حنا نخدموا مع لي زونترينير وهم يتعبوا معنا، وحنا زمان حنا نتعبوا. كما شفتوا المباراه كانت صعيبه، سيرتو بريمير ميتو كيما نقولوا كانوا ضاغطين علينا بزاف، وكيما شفتوا كانت غلطه من الدفاع تاعنا. سجلنا الهدف الاول مي لا غالب، ما كنا مونك اكسبيريونس. المباراه تاع اليوم هذه والله ما نستاهلوا يعني الخساره، درنا اللي علينا مع دي جهان صغار هكا، كرينا دي زوكازيون لا غالب ما كتبش ربي، ما بغاش تدخل فريق الخصم يعني دار فرد اوكازيون اللي هي جا منها الفيت خطا، واش راح نديروا؟ نتمناو نعوضوا ان شاء الله في لي ماتش الجايين. نحمد الله على هذه ثلاث نقاط ما جاتش بالسهل. شغل السمانه اللي فاتت لعبنا مع صور الغزلان جبنا نقطه تعادل، كان لازم علينا باش نكونفيرمو هذه النتيجه. الحمد لله قرينا نقاط قوه ونقاط ضعف الخصم، الحمد لله كانت هذه المجهودات بضربه جزاء كللت بالنجاح الحمد لله. اللقاء ما كانش ساهل كما كان شفت الميدان عائق لاي لاعب، نقولوا الحمد لله على المجهودات، وهذا الانتصار نهدوه للانصار تاعنا الاوفياء اللي جاوا واللي ما جاوش بارك الله فيهم ساندونا. حبيت نوجه نداء تاعي للسلطات المعنيه في ولايه الواد، فريق في القسم الوطني الثاني يعاني ازمه ماليه خالقه، نتمنى التفاته في اقرب وقت من السلطات المحليه والمعنيه من اولها راس والي ولايه الواد. مباراه في الحقيقه اللي تدخل في الجوله الرابعه حضرنا لها، يعني ما حبيناش نديروا ضغط على اللاعبين، على بالنا باللي كل مباراه صعيبه في ظل يعني المشاكل اللي يعانيها الفريق، ولكن لاعبينا حاولنا نحضرهم من الجانب النفسي اكثر. في الشوط الاول كان خطا من نقص الخبره على اثر وجات ضربه جزاء للخصم سجل هدف، وحنا حاولنا نلقى الفراغات، كانوا عندنا نقول فرص ما عرفناش نجسدهم. دائما لاعبينا شباب ولازمنا نشتغل كثير، اذا حبينا ننقذوا الفريق يعني عندنا وقت، ولكن المسؤولين والمحبين للفريق هذا لازم يلتفوا حول الفريق، واقفين مع هذا الشباب يعني ما دام عندنا ثقة الناس ووقوف بعض الرجال يعني الشرفاء والمحبين والمسؤولين، ان شاء الله نوقفوا مع الشباب ونسيروا المباريات هذو. ومشكل كبير ايضا ما عندناش لاعبين في دكه البدلاء، وما عندناش التعداد لانه اللاعبين ما مش مؤهلين، كارثه يعني حقيقيه يعانيها الفريق. ان شاء الله تتحل المشاكل ويخلوا الفريق يشتغل الموسم الطويل. الفريق تاعنا دار مقابلة جيدة، لأن أرضية الميدان هي اللي خلتنا ممكن ما نقدروش نكونوا فرق نتيجة مثال، إلا أننا المهم في آخر مطاف ثلاثة نقاط، ومن هذه الفرصة إن شاء الله أدعو المجتمع السوفي والسلطة الولائية أن تلتفت وراء هذه النادي إن شاء الله، وإن شاء الله
ان شاء الله نرفع راس النادي وراس الفريق وراس الولايه ان شاء الله. الحمد لله على ثلاث نقاط، ثلاث نقاط اللي كانت مستحقه. فيما يخص المقابله كانت كما شاهدتوا مقابله كانت صعبه، مقابله لارضيه الميدان هذه اللي ما تخليكش تلعب الفوتبول، نظن باللي ضرتنا احنا وحتى الفريق المحلي، الفريق المحلي كانت ليه عائق. نظن ملاعب مثل هذه يعني ما تخليش الكرة القدم تتطور. نتمنى ان شاء الله في اسرع وقت ان شاء الله يلقاو حل، يلقاو الحل خاصه نوعيه الملاعب هذه اللي كما شفنا يعني ما كان حتى مستوى، حتى المقابله اليوم مستوى جد ضعيف، ما كانش كاينه فرص كثيره. احنا استغلينا الفرصه في الشوط الاول، سجلنا منها هدف حافظنا عليها في الشوط الثاني، سيرنا المقابله جيدا. نشكر اللاعبين اللي كانوا في المستوى وتحلوا بالرجوليه والانضباط والتركيز. ان شاء الله ثلاث نقاط اللي راح تخلينا ان شاء الله نكونوا في اريحيه في باقي المشوار ان شاء الله. نبداو التحضير تاع المقابله من غدوه ان شاء الله، المقابله الجايه ان شاء الله مقابله الشباب شباباتنا. شكر الله على النتيجه المحققه اليوم في خارج ديار في جمعيه عين المليله هنايا. ما يخفالكش ان رانا الموسم تاعنا الاول في القسم الوطني الثاني، رانا بثمان نقاط رانا كما نقول في السكه المليحه ان شاء الله، وان شاء الله السلطات وعلى راسهم لولايه الوادي ياخذوا النتائج هذه بعين الاعتبار ان شاء الله. ما يخفلكش بلي الفريق راه تغير 90%، تسمى الحمد لله والله العظيم، صافي بليزير، صافي بليزير للاتحاد السوفي العشاش الحي الشعبي هذا، وان شاء الله مزيد من النجاحات ان شاء الله في المواعيد القادمه ان شاء الله. زير تيوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.